رانا هنا في جنيف، رانا في وقت الساعة. معنا خونا تونسي وخونا عبد السلام، عبد السلام اللي برا على المراجعة معنا في الإذاعة تاع وطني. جينا بالمناسبة تاع صدور تاع الرواية تاع ليلة الانقلاب. غدوة يكون أول نوفمبر، احنا في الليل إن شاء الله نكونوا في قاعة تاع شاي، وين أنو نلتقيو مجموعة من الجزائريين والجزائريات باش إن شاء الله نتحدث على هذه الرواية. صحيح إن شاء الله، بارك الله فيك.